السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت. ما زال الحوار مستمر مع حضراتكم وموضوع الاستقامة وأثرها في شهر رمضان المبارك. للعلم والتعليم والعمل أهمية بالغة، ولا سيما في تفعيلها من قبل هذا الشهر وفي وسطه وفي نهايته وما بعده. نرحب بجناب الأستاذ الدكتور عبد الستار جبر، الباحث الأكاديمي والمعاون العلمي في كلية الإمام الكاظم. أهلا ومرحبا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في رحاب هذه الكلية، ومرحبا بكم مرة. دكتور، موضوعنا هو عن الاستقامة اليوم ونحن في شهر رمضان المبارك. كيف لنا اليوم أن نبدأ باستقامة جديدة وما دعا إليه القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفي أن يكون هذا الشهر عنوانا للاستقامة. لا شك أن الاستقامة خلق وسمة ومن أبرز الشمائل التي يمكن أن يتحلى بها الفرد، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، على ملة أو على دين آخر. فالاستقامة هي الفضيلة الشخصية التي يمنح الإنسان أو الفرد خصوصيته الأخلاقية السامية والراقية. وهذا شهر الفضيل، طبعا لا شك أنه دعوة لتمكين وتوطيد الفضائل. لا شك أنه لا يحتكر الاستقامة في لا تحتكر الاستقامة في هذا الشهر. على مدار الحياة الاستقامة هي مطلب أساسي وصفة ينبغي أن يتحلى بها الجميع، ولكن هذا الشهر له أجواءه، له محفزاته، له صفاته الروحانية. كيف نحرك هذا يعني التحفيز؟ يكون هو انطلاقه من قبل شهر رمضان، ومن ثم الآن انطلقنا، كيف نحافظ على هذا التحفيز؟ أنا أعتقد السؤال الذي يطرحه المسلم على نفسه، الإنسان على نفسه، يعني استباقا لهذا الشهر، ربما أنه كيف ينظر ويقوم نفسه. هل الاستقامة هي عادة؟ هل الاستقامة هي ممارسة سلوكية؟ هل الاستقامة هي عبارة عن فترة معينة من السلوك في مواضع ما، في مجال ما، في محفل ما، أم أنها تسير مع الإنسان كظله؟ أعتقد ربما توجيه الفكرة باتجاه طرح محفز للاستقامة ينبغي أن يكون باتجاه أن ينظر الإنسان لنفسه، ما هي يعني المحفزات الشخصية التي يرى فيها أنه سيكون مستقيما، أنه سيكون مستقيما مع عائلته، مستقيما مع ذويه، مع أصدقائه، مع وسطه في العمل، مع بيئته التعليمية إن كان طالبا أو أستاذا. أعتقد أن مجالات الحياة تمنح الشخص فرصا عديدة لإثبات أنه مستقيم، لا سيما في وسط يعج بما استشري من الفساد المالي والأداء الإداري والأخلاقي وكل الصفات التي يعني تنحرف بالإنسان عن الفضائل وعن الأخلاق الحديدة. الإنسان يسعى دوما إلى التجديد، يعني يريد أن يبدأ حياة جديدة، ولا سيما في انطلاقته من خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان البركة والخير. اليوم الأسرة لها دور كبير دكتور، قبل أن نأخذ الجانب العلمي باعتباركم معاون علمي. الأسرة كاللبنة الأولى بدءا تكون التعلم في الصغر كالنقشة على الحجر. دور كبير للأسرة في تنظيم عملية التربية وانتهاء إلى المدرسة والجامعة وغيرها. يعني أعتقد أنه الحديث عن ما تفضلت به في البدء، هل دور الأسرة ينصب باتجاه توجيه الفرد أخلاقيا؟ لا ننسى أن الأخلاق في جزئها الكبير هي تنشئة، هي تربية. عندما يكون الأب والأم قدوة في استقامتهم، في عدالتهم، في التصرف، فيما يمارسونه من أخلاق، في علاقاتهم الاجتماعية، كلها يعني تعطي سلوكا أو نموذجا من السلوك للأبناء. فتعلم الأبناء من الآباء هو نوع من عملية التنشئة السليمة للأخلاق ونقلها على نحو أفضل. قد يسأل البعض
أين يمكن أن نعثر على الاستقامة في المجتمع العراقي؟ هذا المجتمع الذي يتسم بالارتباط الديني مع الإسلام، مع الأئمة، مع الرسول الكريم، مع يعني كل رجال الدين الذين يرفعون رايات الأخلاق الحميدة، فأين منهم هذا المجتمع؟ هل يسير بهذا الاتجاه؟ هل يحتاج إلى شهر فضيل كرمضان لكي يوقظ في داخله سؤال الاستقامة؟ هل نحن نتحدث عن أخلاق موسمية تطرح فقط في رمضان؟ بل العودة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلم المشاهد الكريم أن دعوة النبي في مطلع هذا الشهر الكريم قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم تسبيح، نومكم عبادة. هذه الدعوة المفروض تستثمر دكتور، وتستغل بأقصى درجات الاستثمار. يعني أنا أعتقد يمكن أقول هنالك شتان بين الوعظ الأخلاقي والسلوك الأخلاقي. أعتقد أننا مشبعون بوعظ أخلاقي من تراثنا الإسلامي، بدءا من القرآن الكريم وهو مأدبة الأخلاق، إلى الأحاديث النبوية الشريفة، إلى أحاديث الأوصياء والأئمة، إلى رجال الدين في وقتنا الحالي من المراجع ومن غيرهم، وإلى أئمة المساجد، إلى دعواتهم بالوعظ الأخلاقي. لكن من يترسخ أكثر؟ هل الخطاب الديني الوعظي هو الذي يترك أثره، أم السلوك الأخلاقي هو الذي يترك؟ أنا أعتقد أن الممارسة الأخلاقية من قبل أفراد المجتمع هي التي يكون لها الدور الأكبر والأكثر تأثيراً من الوعظ، لأن الوعظ مهما بلغ درجته يعني يكون من البلاغة، اتصال ما بين التطبيق والعمل، بين القول والفعل. طب لأن الإنسان الحقيقي تشعر بصدق استقامته وعدالته وسماته الأخلاقية عندما تتجسد الأخلاق الحميدة والفاضلة في سلوكه وليس في قوله. فإن كان يقتصر على ممارسة هذا القول الأخلاقي والعظة وهو لا يلتزم بها، فإنك تجد أمامك إنسانا مزدوجا، مزدوج الشخصية ومتناقضا، ولا سيما الآباء والأمهات. بالتأكيد يعني لازم ما تكون عندهم مزدواجية في التطبيق مع أبنائهم. الأبناء يتطبعون بسلوك أبائهم، طيب، ويتأثرون بسلوكهم أكثر ما يتأثرون بأقوالهم. فالقول يعني لا يملك قيمته الفعلية ما لم يقترن بفعل، فإن انحصر بقول فقد قيمته الحقيقية، حتى أن المقابل يشعر أن هذا القول لن يكون له أثر أو نتيجة ما. هذه النتيجة على اعتبار أن هناك سلوكيات لابد أن تطبق، ونحن مدعونا إلى العمل، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. هذه الانطلاقة نحافظ عليها، يعني يوم بطارية السيارة ما دامها في مسألة شحن مستمر فهي في تواصل، هذا الشحن حتى لا يقل مع تقربنا إلى نهاية شهر رمضان، حزننا بفقده وفرحنا بالانتصار على الشيطان وغيره. يعني أسئلتك تحاول أن تعطي يعني خصوصية لهذا الشهر الفضيل، خصوصية ترتبط بكونه يوفر مناخا أو بيئة إيجابية أو لنقل محفزة، بيئة محفزة لإعادة النظر بسلوكنا، بتصرفاتنا، بأخلاقنا، بمراجعاتنا. أعتقد الإنسان دائما بحاجة إلى مراجعاته لشخصيته، هل هو راض عن شخصيته في فعل ما أو سلوك ما مع ابن أو أخ أو طالب أو أستاذ أو صديق أو زميل أو في مراجعة دائرة؟ هل حث أو شجع على الرشوة لكي ينجز شيئا من معاملته؟ هل نهى عن منكر أو فعل قبيح ولو بلسانه؟ هل يعني ينام ليلا وهو مقتنع بما يراه صائبا وجديرا بأن يكون فعلا أخلاقيا سليما في المجتمع لكي يتماسك المجتمع؟ الأخلاق الحميدة هي لحمة المجتمع في التماسك والتآزر، على اعتبار أن النبي هو بعث متمما للأخلاق، أحسن، وكان خير البشر آنذاك. التطبيق الأخلاقي اليوم كأستاذ جامعي، جانب العلمي نأخذه بالبارت الثاني إن شاء الله، حضرتك كأستاذ جامعي اليوم مثلما الأب والأم له دور كبير في تغيير سلوكيات الإنسان أو الأبناء، الأستاذ المدرس المعلم من أين نبدأ؟
له يعني اليوم انا كنت حضرتك اذا تتذكر عندك فد استاذ قدوه كان لك في الماجستير او في البكالوريوس او في الدكتوراه، كان له تاثير بالغ في حياتك او حياتنا. شنو تاثير الاستاذ الجامعي في عمليه تنشئه جيل وبناء مجتمع سليم؟ حقيقه عندما نتحدث عن الجامعه الوسط الجامعي، عندما نتحدث عن الاساتذه فنحن نتحدث عن النخبه، نتحدث عن فئه خطيره ومهمه بدورها وبتاثيرها، لان عنوان الاستاذ هو عنوان لزرع الاخلاق الحميده او السيئه على مدى اجيال المتعاقبه، فعلى امتداد عمره المهني في التدريس والتعليم هو يؤثر على جيل، وبالتالي يؤثر على نمط السلوك، يؤثر على كيفية خلق جيل، إما أن يكون جيلا واعيا رصينا يمتلك من العقل والرجاحة وحسن السلوك والشمائل والفضائل الحميدة ما يجعل هذا الجيل بمثابة نبراس للارتقاء بالسلوك الإسلامي والسلوك الاجتماعي والسلوك الحميد بشكل عام. فدور الأستاذ هنا دور كبير جدا، وينبغي أن يعي الأستاذ أهمية وقيمة شخصيته، فحتى الحركة البسيطة التي تبدر منه قد تؤثر تأثيرا إيجابيا أو سلبيا، فعليه أن يراعي هذا الأمر. نحن لا نتحدث بوصايا على الآخرين، ولكن ننبه هذا البرنامج الذي تتفضلون به وهو عنوان للاستقامة أسبق وأهم وأولى وأجدر بالفئات استقامة هو الأستاذ. جميل، لذلك ينطلق التلميذ بتطبيق الأستاذ، وإلا المصيبة إذا لم يكن هو قدوة ويتكلم بالقدوة. بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بداية حياته استطاع أن يبني بدءا من الطبقة الأولى المسجد وغير المسجد، حتى المسجد كان مؤسس كالجامعة اليوم. هذه جامعتكم الكريمة اليوم تحفي بكثير من الأساتذة من الأكاديميين، يستطيعون في مرحلة تغيير. ممكن أنه نشوف فد واحد مفطر في شهر رمضان، شو راح تكون دعوتك إلى كأستاذ جامعي دكتور؟ هذه النصح، أنا مع النصح، نصح مرة يكون من يعني تكلم معك في العلانية فقد شانك، ومن تكلم معك في السر فقد صانك. هل أنت مع دعوة السر للطلبة لجوء إلى هذا الشهر الكريم، أم مع دعوة العلانية؟ خلينا نقف بفاصل مشاهدين الكرام، فاستقم كما أمرت فكونوا معنا. أهلا بعودتكم مشاهدين الكرام، فاستقم كما أمرت. حديثنا اليوم عن أهمية العلم وفضائل العلم والعمل والسير إلى الله سبحانه وتعالى مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار جبر المعاون العلمي في كلية الإمام الكاظم. أهلا ومرحبا، حياكم الله مرة أخرى. دكتور، وصلنا إلى العمل والدعوة إلى الله، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة سرية ثم علنية. اليوم الطالب لعله ما فد واصل لفد مرحلة مهمة، الأسرة ما موعيته وشايل جيارته مثلاً، أو جاي يأكل أمام الطلبة بشكل علني. ما هي طريقة النصح كأستاذ في الجامعة أو كمعاون علمي؟ شنو توجيهك للأساتذة الأكاديميين حتى يوجهون طلبتهم باعتبارك مسؤول على الأساتذة؟ بالجزء الأول من البرنامج كنا قد ربما خصصنا الحديث أكثر عن فئة الأساتذة والمعلمين المدرسين وأهمية دورهم. السؤال الآن في هذا الشق الثاني والجزء الثاني يتحدث ويرمي بسهامه إلى فئة لا تقل أهمية وقيمة وخطورة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية الفضلة السامية، ومن ضمنها الاستقامة وفي أعلاها الاستقامة. فالاستقامة هي رأس كل الفضائل كما يمكن أن نقول. تستقم تحسن سلوكك وكلامك وأفعالك. والدعوة كيف تكون؟ الطالب يعني أنا من وجهة نظري حقيقة أرى أن الطالب هو بمثابة أستاذ مصغر، بمثابة أب مصغر، بمثابة أخ كبير مصغر، بمثابة فئة أو جهة لها أيضا علاقاتها
علاقاتها التي يعني ربما هي أكثر اجتماعية من الأساتذة بحد ذاتهم، وبالتالي عملية نقل يعني السلوك الأخلاقي تنتشر وتسري كالنار في الهشيم من قبل هذه الفئة، الفئة الشابة، فئة دائما طموحة تريد استقلالها، تريد أن يعني تتصرف بحرية كبيرة جدا، وبالتالي هي يعني بحاجة إلى شيء من التنبيه المتوازن. جميل. بين حرية هذا النش الذي ربما يميل إلى التمرد، يميل إلى ممارسة حرية أوسع، وبين ما يمكن أن نسميه الأعراف الاجتماعية، الأعراف الأخلاقية، الأعراف الدينية، الضوابط والالتزامات الإدارية في المؤسسات التي يدرس فيها، في أماكن العمل التي يعمل فيها، لدينا طلاب يعملون ويدرسون في ذات الوقت، هم مكافحون بهذا الاتجاه، وبالتالي أيضا يصبحون قدوة حقيقة، يعني نماذج لأن يتحلوا بأفضل سلوك. هذا الشهر هو دعوة أيضا لهم. جميل. دعوة يعني لا نقول دعوة مجانية، فمراجعة الذات، مواجهة الذات، تحدي الذات في أن يتصف الطالب بأفضل الصفات وأحلى السمات الأخلاقية، يمنح هذا الشهر فرصة. جميل. فرصة لهذا التحدي، فرصة لأن يمتلك قراره وإرادته، يمتلك رؤيته الخاصة التي يتشارك بها مع زملائه الآخرين في أن يلتزم. الالتزام هنا ليس قيدا، الالتزام هنا محبة في الأخلاق، محبة في أن يثبت أنه طالب متميز. وربما نتحدث هنا عن المكان الذي نجلس فيه، كلية الإمام الكاظم، يعني الطالب فيها يختلف عن غيره من الطلاب، وربما تقول ما الذي يختلف، هو من المجتمع العراقي وابن البيئة وابن هذه الطبقات الوسطى أو الفقيرة، لكنه ينبغي أن يكون طالباً كاظمياً. ما معنى طالباً كاظمياً؟ الإمام الكاظم عليه السلام نموذج وقدوة للسلوك الحسن بسيرته، بأفعاله، بما أثر عنه من أقوال. إذن للمؤسسة العلمية اليوم دور كبير جداً يقع على عاتقها. جداً جداً جداً، يعني أعتقد أنه الحديث عن أهمية تجسيد السلوك الأخلاقي الفضيل لدى الطالب يعد نقطة مركزية في تدعيم الأخلاق في المجتمع. فهذه الحلقة المتصلة بين الأستاذ والطالب. طيب. والأسرة التي تحدثنا عنها في البارت الأول. صناعة القدوة ثلاثية مهمة. جميل. بما نتكلم عن هذه الثلاثية المهمة، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني قدوات تحرك في المجتمع. اليوم دور المؤسسة في صناعة القدوات، تجعل المؤسسات التعليمية والتربوية شعاراً تعليمياً علمياً عملياً، ونشدد على العملي. إذا ما حرصت على توفير نمط من السلوك الأخلاقي الفضيل من الروضة حتى الجامعة، فأنت ستضمن جيلاً ناشئاً يتحلى بالاستقامة التي تبحث عنها، وكأنها غاية منشودة. غاية منشودة الاستقامة، غاية منشودة، لأن صلاح المجتمع في استقامته، صلاح الطبقة السياسية في استقامتها، صلاح المؤسسة القضائية في استقامتها، صلاح المؤسسة العسكرية الأمنية باختلاف صنوفها في استقامتها. الاستقامة عندما يعني تكون عنوانا لفرد ما لسلوكه، حيثما يوجد في أي مؤسسة ستشع هذه المؤسسة بهذا السلوك. فبالتالي كل مظاهر ومؤسسات الدولة المنبثقة عن المجتمع تتسم. فمن الذي سيكفل الحقوق للمواطنين؟ المؤسسة المستقيمة والأفراد المستقيمين العاملين فيها. من سيكفل الحريات للمجتمع وللأفراد؟ الاستقامة والتمسك بالاستقامة، وكأن الاستقامة عروة وثقة. اليوم عندما نتكلم كأستاذ جامعي، هناك مثلا طلبتك في الماجستير، طلبتك في الدكتوراه، عندما يريد أن يكتب رسالة ماجستير أو طروحة الدكتوراه يحتاج إلى خطة، بدون خطة يفشل العمل. أيضا نحن في شهر رمضان نحتاج إلى خطة نبدأ بها، خطة حتى نستثمر هذا الشهر الفضيل. كيف تكون خطة الإنسان كبداية وسطية ثم نهاية؟ لكل فرد خطته الخاصة. جميل. ليس لدينا خطة عامة،
لكن المبدأ الأساسي، الهيكل الأساسي، العمود الفقري لهذه الخطة هو أنه يحسن السلوك، يحسن القول والفعل مع غيره، سواء كان طالباً في الدراسات الأولية أو كان طالباً في الدراسات العليا أو كان فرداً من أفراد المجتمع، أياً كانت صفته أو عنوانه، فهو بالتالي يمتلك القدرة أو ينبغي أن يمتلك القدرة على أن يضبط سلوكه ويضبط أخلاقه. والدعوة للاستقامة هي الدعوة لأن يتحلى بهذا السلوك وبهذه الصفات التي يراعي فيها أن يكون لهذا الشهر بداية مختلفة. ربما نميل إلى استعمال يعني تعبير مجازي، وكأنه يسلخ ثوبه المعتاد ويلبس رداء جميلا، هي رداء السمات الأخلاقية. هذه السمات الأخلاقية اليوم في حركة مستمرة دكتور، على اعتبار أن النشاط العلمي الدؤوب، يعني أنت دوما مثلا حتى الأساتذة توجه في استمرارية طلب العلم، لا توقف في طلب العلم. هل اليوم الأستاذ الجامعي له انطلاقة أم يقف فقط أستاذ دكتور بروف متمرس ويقف، أم هو يبقى طالب علم يستمر في علمه؟ يعني الأستاذ والتدريسي ليس حرفة أو مهنة تعليمية فقط إلقاء مادة أو توصيل مادة أو مناقشة أفكار أو تطوير حركة بحثية. هو بالأساس واحدة من أهم ما يتصف بها هو الجانب التربوي، وكل مؤسسة لديها التزامات مهمة، هي التزام ما يسمى بأخلاقيات المهنة. فكيف يمكن للمؤسسة أن تدير نظامها التعليمي أو تحقق أداء علميا أو إداريا أفضل ما لم يكن هنالك أخلاق مهنة؟ سيفسد العمل ما لم يكن هناك تنافس شريف، سيفسد العمل ما لم تكن هناك ضمير للعاملين في هذه المؤسسة. وبالتالي الاستقامة هي العمود الفقري في البناء المؤسسات لأخلاق المهنة فيها. واحترام التخصص أيضا مهم دكتور. دون شك التزام التدريسي أو المعلم أو الأستاذ بتخصصه الخاص هو احترام لقيمة هذا التخصص، وعدم تجاوزه أو الانتقال إلى تخصص آخر ليس له صلة. يعني ربما يعني واقعنا المعاصر يشهد هذا الـ يعني الانفتاح الكبير والمجاني على عبور التخصصات أو قبول يعني أشخاص غير أكفاء نتيجة المحسوبية، نتيجة الرشوة، نتيجة الفساد، نتيجة العلاقات التخادمية أو الزبانية فيما بينهم. هذه الصفات التي هي بعيدة عن الاستقامة هي من تجعل يعني دخول طارئين إلى الأوساط والتخصصات المهنية والطبية والإنسانية بشكل عام. فتخيل عندما أنت يعني بوساطة ما تقبل طالبا أو أستاذا فاشلا في مجال الطب، ما هي ستكون النتيجة للمجتمع؟ نتيجة يعني على من يقع نعرض يعني المجتمع للأمراض؟ يعني اليوم شلون راح نقدر نوقف هذا الموضوع دكتور؟ يعني الفشل الذي يحيط هذا الأستاذ ويفشل كطبيب كأستاذ، حتى الأستاذ الجامعي اليوم في المواد الإنسانية، إذا المشكلة إذا الطالب يصحح الأستاذ هاي مصيبة دكتور، أو الطالب يكون أفضل من الأستاذ في المعارضة. يعني المؤسسة التي تقبل الإنسان الفاشل أو الكفاءة الفاشلة أو التدريس الفاشل هي من تسمح بأن يعم الخراب والفساد في هذه في هذا المجال أو في هذه المهنة أو في هذا يعني لنقول التخصص الذي ينبغي أن يكون تخصصا يمتلك حدوده وشروطه ومواصفات التي تجعله ذا خدمة مجتمعية مفيدة وناصحة. كل الشكر والتقدير والثناء لجناب الأستاذ الدكتور عبد الستار جبر المعاون العلمي في كلية الإمام الكاظم عليه السلام. نأمل لكم ولجميع الأساتذة هنا ولجميع الطلبة باحترام الوقت واحترام المواضيع الدراسية، وأنتم كذلك إن شاء الله، وتكون هذه الكلية وكل الجامعات العراقية هي دعوة للتسامح، دعوة للتعايش، دعوة لحب الوطن. كل الشكر والتقدير لكم. وأهلا ومرحبا بكم وشرفتمونا. شكرا جزيلا. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. لقاء آخر ينتظرنا ومحور آخر، فاستقم كما أمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.